طب هل كوني عايزه البس اكس سمول، انت عارف في بنات يبقى هدفهم كده عايزه البس بالكتير قوي سمول، ده يعتبر هدف يعني، ده يعتبر محفز ولا ده محفز كذاب يعني وهمي؟ بص احنا عندنا مشكله في مصر رهيبه او في الوطن العربي، ان الناس هتيجي تخس عايزه تخس ميزان، والموضوع ده مش يعني علميا هو مش صح. يعني تلاقي حد هي شكلها حلو مثلا في 65 كيلو او 60 كيلو، انا عايز اوصل 50 ليه؟ اصل انا عايز وزني قد طولي. ايه الهدف؟ ممكن يبقى شكل جسمها مش حلو بس انا عايز اوصل للوزن ده، ده الوزن المثالي بالنسبه لي، وهو مش في الحقيقي ده، مش في الحقيقي يعني. طب حتى جالنا الفكره دي ان انا لازم يبقى وزني من واحنا صغيرين، على فكره انا انت طولك 160 بس لازم تبقي 60، يعني دي فكره استسهلناها. طبعا الميزان بالنسبه لي بقيت واخده هو اللي بيوصلني للتارجت بتاعي، فبقيت النهارده افضل اعمل دايت فبقف على الميزان معلش انا اسف يعني انا مش فرخه بتوزن كل يوم بخس فانا ايه ده انا ميزاني مظبوط. طب شكل جسمي عامل ازاي؟ طب ما انا ممكن ابقى خاسس ووشي متدمر. طيب لو هو الموضوع مش ميزان بس، انا برضو هقيس ازاي اذا كنت خسيت ولا لا لو ما وقفتش على الميزان؟ يعني ايه تاني المقياس اللي اقدر اعرف بيه ان انا خسيت او لا؟ طيب في ناس بتتابع شكل جسمها ما بيفرقش معاها الميزان خالص، هو اهم حاجه يبقى شكل جسمه حلو بينه وبين نفسه وفي اللبس. في ناس تانية بتعمل حاجه الميزان اللي هو زي ما بيقولوا عليه الامبادي المشهور، ان هي بتقف تعرف وزن دهونها ايه، وزن العضلات ايه، الميه في جسمها قد ايه، والحرق بتاعها قد ايه، فهي بتعرف كده التوتال بتاعها. لان ممكن واحد يبقى عضلاته ضعيفه قوي فميزانها مش كبير بس شكل جسمها مش حلو، يعني تلاقي تقول لك انا جسمي مش مشدود، انا حاسه ان في سوليليت كتير، حاسه ان في ترهلات كتير في جسمي، مع ان هي سكيني او رفيعه. الفكره في ايه؟ ان هي المسلز عندها اندر، مفيش عضلات خالص. طب ما انا ميزاني حلو شكل جسمي مش حلو ليه؟ عضلاتي ضعيفه. فهنا المشكله ان انا بعالج عضلات مش بخس في الميزان او بزيد. يعني انا ممكن حتى ازيد في الميزان، ازيد عضلات بس طبعًا. على الميزان ابقى زايده. طب ممكن العضلات مهما زادت ما لهاش ساذج.